كتير جدا من نجومنا اللي نانسي عجرم بتعمل حفله، عدد كبير جدا من النجوم المصريين والعرب في حفلات عيد الربيع، كله طبعا الاحتفالات زي ما حضراتكم، والتذاكر غاليه جدا، ولكن على الاقل ويا ريت ده اللي يبقى موجود، ان احنا النهارده شرم الشيخ فيها تقريبا معظم النجوم المصريين والعرب في شرم الشيخ، عشان كده الناس جايه من كل حته، شقائنا العرب جايين، المصريين جايين عشان يحضروا الحفلات، موجوده في مثلا في هنا موجود عندنا في كليوباترا، عندك في سافوي، عندك في ريكسوس، عندك في فندق الماسة، عندك في القريه الذكيه، عندك في كونكورد سلاء، عندك في كل الفنادق كلها، في هيلتون، في الماريوت، كل الفنادق انا زي ما فيش فندق ما فيهوش احتفال الفور سيزون، في كله كامل العدد، والناس عايزه تنبسط، وده اللي عايزينه، عايزين ده يبقى موجود في كل حته، تعالوا يا جماعه احتفلوا، والله العظيم حتى يعني نرجع بلدنا الجميله، هي بلدنا ايه؟ هي مصر الناس بتجيها ليه؟ عشان حاسه اولا بالامن، حاسس انه طيب عايز اقول لحضرتك، والله العظيم عندنا فنادق في مصر ما هي موجوده في العالم، وانا تقريبا رحت يمكن من امريكا لاسبانيا لموسكو لندن لباريس لمش عارف فين، ما في حته روما اليونان، ما في حته تقريبا ما رحناهاش من الدول الكبيره اللي فيها الناس بتروح لها بالملايين، عندنا فنادق في مصر احسن من الفنادق بننزلها في اي حته، وانا بكلمكم بجد والله العظيم مش عشان بلدي، لكن انا بقول لكم بجد، يعني بيجي مصر هنا بيستمتع، والاسعار رخيصه مش موجوده في حته، يعني بتيجي هنا الليله بكام؟ وحضراتكم ممكن تقولوا بتيجي وبتقضي ليله في شرم الشيخ في وبتفطر وبتتعشى بكام؟ انتوا اللي تقدروا تقولوا، طب تعالى الليله دي تعالى روحها باريس بتدفع قديها كام؟ 5 مرات، تعالى روح برلين 7 مرات، روح مش عارف بعض الدول اللي انا مش بحبهاش ومش عايز اروحها ابدا، تركيا مش عايز اروحها مثلا ما بحبهاش يعني، تعالى روح مثلا اسبانيا، روح جزر مش عارف ايه، بتدفع قد ايه؟ طب تعالى هنا، طب عندك بحر احلى من ده؟ عندكم بحر احلى موجود في شرم الشيخ، عندكم بحر احلى عندنا في الساحل الشمالي، عندكم بحر احلى موجود في الغردقه، عندكم بحر احلى موجود في مرسى علم، مفيش ولا في السخنه، مش هتلاقي غير هي دي مصر. اسكندريه كل شاطئ اسكندريه بقول لحضرتك من اولها لاخرها، تكلم اسكندريه والله العظيم من شهر عشان تحجز كلها كامله، لسه من كام يوم ناس حتى عايزين يروحوا مش عارفين يروحوا ولا حتى فندق 3 نجوم، مش هقول لك 5 نجوم ولا 3 نجوم، المهم في ناس بتحب تروح اسكندريه، المصريين بيحبوا الحياه، الحياه جميله، وعشان كده بقول لكم هنقضي ان شاء الله عيد جميل، عيد الربيع، شم النسيم، كلنا بنحب بلدنا، ولو سمحتوا هي دي الصوره الحلوه اللي انا عايز نبقى شايفينها، صوره بلدنا واحنا بنحتفل فيها هذه المناسبات السعيده. طبعا ما ينفعش اعدي النهارده بيتم